من وقت إعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد لفيروس كورونا والإعلان عن رصد بعض الحالات في مصر، والسوشيال ميديا ملهاش كلام غير على الموضوع ده، وخصوصاً أنه كل ده بيحصل بالتزامن مع أننا بنشوف ناس كتير بتقول أنها مصابة بدور برد قوي جداً، أعراضه مشابهة جداً لفيروس كورونا ومتحوراته. ولكن على السوشيال ميديا بقت الناس بتوصفه بسخرية ببرد المروحة، ولأنه في خلط كبير قوي عند الناس بين أعراض برد الصيف أو برد المروحة زي ما بيسميه الناس وأعراض فيروس كورونا ومتحوراته. هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. أهلا بحضرتك يا دكتور. ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كله كويس. دكتور، هل دور البرد المنتشر بقوة حاليا بين الناس ده برد صيف ولا واحد من متحورات كورونا، وازاي نعرف الفرق؟ احنا في نفس التوقيت ده دلوقتي بنواجه برد الصيف وبرد المروحة، ان شهر اغسطس شهر سبتمبر هو موسم العدوى التنفسية سواء كان البرد او الانفلونزا. هنضيف عليهم ان في متحور عالمي اللي هو متحور EG5 اللي ابتدى ينتشر عالميا واعلنت مصر دخوله، فبالتالي احنا قصاد مجموعه من العدوى التنفسيه تشمل البرد وتشمل الانفلونزا وتشمل المتحول. تمام. طيب دكتور، بطريقه مبسطه كده، انا مثلا عييت وجالي برد، زوري، مناخيري مش عارفه اتنفس احسن حاجه، ازاي انا اعرف مثلا ان ده المتحور الجديد ولا ده برد عادي وهاخد له مثلا حاجه طبيعيه او باراسيتامول او حاجات اللي هي زي دي؟ وفي نفس الوقت الناس بتقول ان هم بينزلوا يعملوا البي سي ار او التحليل بتاع اللي هو الكورونا وبيطلعوا ان هم نيجاتيف او سلبي. طيب، من نعمه ربنا ان التحورات كورونا، التحورات الاخيره من المتحور الاصلي اللي هو اوميكرون، التحورات الفرعيه كلها ضعيفه وتماثل ادوار البرد وتعالج بالادويه التقليديه زي الباراسيتامول، وده 90% من الحالات ما بتحتاجش بروتوكولات خاصه اللي هي بروتوكولات كورونا، فبالتالي كل الادوار بسيطه هتتعامل بمسمى واحد اللي هي الادويه التقليديه للبرد. مفيش داعي ان انا هاخد بروتوكولات خاصه، ومفيش داعي كمان ان انا اعمل مسحه واشوف ده كورونا ولا لا. كل الادوار حتى الادوار المتحوره من متحور كورونا هي ادوار بسيطه تماما تعالج بادويه البرد التقليديه، بمعنى ان انا مش مطالب ان انا اعرف ده برد ولا كورونا ولا انفلونزا، ذلك لبساطه الدور مش دكتورته، الموضوع بسيط جدا، الادوار المنتشره كلها عدوى تنفسيه واحده تماثل البرد في اعراضه وتعالج بادويه حتى الفئات اللي ليها الحرص والخطوره هي فئه كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، دول اللي يجب الاهتمام بيهم ومتابعتهم جيدا لمعرفة مضاعفات المرض، لأن دول فئة أكثر عرضة، أكثر خطورة للدخول في مضاعفات، أما باقي الفئات هنتعامل إنها أدوار برد بسيطة وتعالج بأدوية البرد التقليدية. الحرص، كل الحرص على كبار السن، دول اللي هيطبق عليهم الإجراء عند إصابتهم بأي عدوى تنفسية اللي هو متابعتهم جيدة هل محتاجين بروتوكولات خاصة في العلاج ولا لا، لكن باقي الفئات الموضوع بسيط جدا، مفيش داعي إن أنا أعرف هو ده برد ولا انفلونزا ولا كورونا، لان الدور بسيط، نفس الاعراض ونفس العلاج. طب ليه اعمل مسحه؟ ليه اعمل تحاليل وانا دوري بسيط بيتعافى الشخص منه خلال 5 ايام؟ طب دكتور، لو زاد عن 5 ايام ده بيبقى ايه؟ طب امتى هلجا للدكتور واخد بروتوكولات خاصه؟ لو حراره متواصله وارتفاع شديد في الحراره اكثر من 48 ساعه، لو كحه متواصله، لو هناك صعوبه في التنفس، ده هلجا للطبيب. لكن الادوار البسيطه اللي هي احتقان الحلق البسيط، الزكام، الرشح، الصداع، هي دي ادوار تماثل الجهاز التنفسي العلوي، وده من نعمه ربنا ان دور البرد والمتحول يشبه بعض جدا في هذا العرض. مشاكل التنفسيه الرئويه الخطيره مش موجوده بنسبه كبيره مع التحور الجديد، فبالتالي معظم الادوار فعليا اللي هي الاحتقان البسيط، الحراره المتوسطه، هتخف خلال 5 ايام. لو زاد الوضع عن كده هنلجا للطبيب لتحديد بقى هل هو ده فعلا برد ولا انفلونزا ولا متحول كورونا بمضاعفات، ده هيحتاج بروتوكول خاص لو الدور فعلا زاد باعراض شديده عن هذا التوقيت. ولكن لو هو بيتعافى الشخص خلال 5 ايام، الموضوع بنسبه كبيره جدا الشخص بيتعافى خلال من 5 لاسبوع بالاعراض البسيطه وبالادويه البسيطه، لا داعي للقلق، لا داعي للخوف، مش محتاج بروتوكولات خاصه الا لفئات معينه اللي احنا قلنا عليها، فئات كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. طب دكتور، ايه ممكن يحسن المناعه للاطفال وكبار السن عامه عشان نحاول على قد ما نقدر نبعد عن نوع البرد ده؟ عجبتيني بكلمه يحسن المناعه، ليه؟ لان كبار السن او البالغين مفيش حاجه اسمها قوي مناعتهم، لان هم خلاص بالغين اجهزتهم اكتملت، قد يكون مصطلح تقويه المناعه مناسب للاطفال اكتر لانهم لسه في مرحله البناء. فهنقول ازاي احافظ على جهاز مناعي متوازن لطفل او كبير سن؟
هنتكلم عن 5 إجراءات أو 5 كبسولات مناعية ولقاحات. الـ5 كبسولات، الكبسولة الأولى الغذاء، لأن جهازنا المناعي بيعتمد بنسبة كبيرة جدا في بنائه على الغذاء الجيد، الغذاء البروتيني قليل الدسم قليل السكر، الغني بالعناصر المعدنية زي فيتامين سي الموجود في الخضروات والفواكه، الغني بالزنك الموجود في المكسرات والبقوليات، الغني بفيتامين د اللي موجود في أشعة الشمس اللي معرض أجسادنا للشمس. كل الغذاء أن يكون متوازن، غذاء بروتيني قليل الدسم قليل السكر غني بالسلطات والخضروات والبقوليات. لو وبنبعد طبعا كل البعد لاطفالنا بالذات عن الاغذيه اللي تحتوي على المواد الحافظه والمواد الصناعيه والمواد الملونه، لان دي بتاثر على معدتنا. يبقى الكبسوله الاولى كبسوله الغذاء، الكبسوله الثانيه كبسوله الرياضه، ممارسه الرياضه يوميا حتى لو رياضه المشي بتنشط الدوره الدمويه وبتحافظ على جهازنا المناعي المتوازن. الكبسوله الثالثه النوم، أطفالنا اللي بتسهر كتير على الموبايلات النوم بدري وأخذ عدد ساعات لا يقل عن 7 ساعات يوميا من النوم والراحة مهم جدا لجهاز مناعي متوازن. الكبسولة الرابعة البعد عن التدخين لكبار السن والبعد عن التدخين السلبي لأطفالنا، لأن التدخين بيؤثر على الرئة ويؤدي إلى دخول الشخص إلى مضاعفات خطيرة عند الإصابة بأي عدوى تنفسية ويؤدي إلى ضعف المناعة. الكبسولة الخامسة والأخيرة اللي هي العامل النفسي، التوتر، القلق، الاكتئاب، العامل النفسي بيأثر بنسبة كبيرة على مناعتنا ويجعل الأطفال اللي بيمروا بقلق وتوتر وخوف وقلق أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية والدخول في مضاعفاتها. حاجة أخيرة نتكلم عنها بجانب الكبسولات، التطعيمات. التطعيمات مهمة جدا جدا خصوصا لأطفالنا قبل دخول المدارس وخصوصا تطعيم الإنفلونزا. الإنفلونزا أشد خطورة من متحول كورونا ولها مضاعفات خطيرة ولها نسب وفيات عالمية. بنصح اطفالنا فوق 6 أشهر قبل دخولنا المدارس وقبل فصل الشتاء ناخد لقاح الانفلونزا للحمايه من المضاعفات الخطيره لفيروس الانفلونزا اللي هو لا يقل خطوره عن متحول كورونا. وكبار السن انصحهم برضه ياخدوا مصل الانفلونزا وياخدوا لقاح كورونا بجرعه تعزيزيه اخرى، لان احنا في ظل وجود تحورات نحتاج الى جرعات تعزيزيه مهمه جدا 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 لتعزيز المناعه ضد الاصابه بفيروس كورونا. بجانب طبعا تطبيقنا للاجراءات الاحترازيه في حال وجودنا في تجمعات، نكون في اماكن جيده للتهويه، نكون متباعدين، نرتدي كمامه في حال وجودنا في تجمع او عند شعور باي اصابه بدور برد زي الرشح او زكام وانا مضطر انزل البس الكمامه كاجراء احترازي. ليه؟ لان انا بخاف على كبار السن من نقل العدوى، لان الفئه دي احنا قلنا رغم بساطه الموضوع باذن الله ولكن الفئه دي اكثر عرضه واكثر خطوره للدخول في مضاعفات عند الاصابه. طيب دكتور، في اباء وامهات كتير جدا بيقرروا ان هم يدوا اطفالهم فيتامين سي في الشتاء بطريقه مستمره، هل ده صح ولا غلط؟ انا بنصح كل الامهات يا جماعه اعطاء الفيتامينات يجب ان تكون تحت اشراف طبي للطفل المحتاج، غير ذلك اطفالنا الاصحاء العوده الى الطبيعه لاخذ الفيتامينات من مصادرها الطبيعيه. اخذ فيتامين د ان اعرض طفلي الصبح الصباح الباكر للشمس، اخد فيتامين سي من الخضروات والفواكه وما اكثر فاكهه الخريف من الجوافه والبرتقال اللي بيحتوي والكيوي اللي بيحتوي على فيتامين سي والخضروات اللي بتحتوي على فيتامين سي، اخد الزنك من المكسرات والبقوليات. لا داعي لاخذ اي جرعات من الفيتامين الا اذا اضطر الطبيب او ان الطبيب شايف ان طفلي محتاج لفيتامين معين يتم ذلك تحت اشراف طبي، غير ذلك العوده الى الطبيعه بنفسه التأمين من مصادر الطبيعية من الغذاء، وده متاح وشايفينه موجود. الشمس ربنا دهلنا الغذاء الطبيعي والصفر ربنا دهوله، لا داعي لأخذ أي فيتامينات دون استشارة طبية. طيب دكتور، بالنسبة للكلام الكتير جدا اللي على السوشيال ميديا حوالين حقن خفض الحرارة والمضاد الحيوي، هل هي فعلا خطر ولا لا؟ طيب المتداول طبعا الناس كتير قوي بتروح بتشعر بارتفاع حرارة أو برد بتروح الصيدلية تاخد حقنة مضاد حيوي تحتوي على مضاد حيوي والكورتيزون المسكن اللي هي ما تسمى بحقنة هتلر. للأسف الحقنة دي كارثية وبنحذر منها. ليه؟ لأن أولاً دي عدوى فيروسية لا تحتاج في الأصل إلى مضاد حيوي، لأن المضادات الحيوية بتعالج العدوات البكتيرية العدوى الفيروسية بالزبط. الشخص بيتعافى منه عن طريق مناعته بالراحة والسوائل وخافض الحرارة التقليدية. أخذ مضاد حيوي بدون داعي يضعف المناعة وبيموت البكتيريا اللي في جسمنا ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة جداً ونمو جيل من البكتيريا مقاوم للمضادات الحيوية. بجانب ان بتعطى في الصيدليات بدون اجراء اختبار حساسيه، ودي ادت الى وفيات ناس كتير جدا ودخلوا في صدمه حساسيه بسبب المضاد الحيوي اللي بيؤخذ بدون داعي وبدون اجراء اختبار حساسيه. وبيتم اخذ معاه طبعا حقنه كورتيزون ملاها من اخطار صحيه على مرضى السكر وعلى مرضى وعلى الاطفال. الكورتيزون بيأثر على السكر وبيأثر على الضغط وبيعمل هشاشه في العظام وبيؤدي الى مضاعفات خطيره طبعا. وكذلك بيتم اعطاء حقنه مسكنه
الثلاثه دول بيسموهم كوكتيل افان فيتلر، ودي خطيره جدا وتؤخذ بدون داعي، ودي اشراف طبي لا داعي لاخذها نهائيا. الراحه، السوائل، الفيتامين سي، الغذاء، الباراسيتامول، هي ادويه تقليديه بيتم اعطائها للشخص اللي عنده برد وبيخف وبيتعافى تدريجيا عن طريق مناعته، لا داعي لاخذ اي مضادات حيويه في حاله اصابتك بعدوى فيروسي. الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، بشكر حضرتك جدا على المداخله معنا. شكرا ليك وشكرا للساده المشاهدين. وبكده تكون خلصت فقره سكوب.